في الرياض كان الملك فهد قد سمع لتوه خبر غزو الكويت. حاولت أن أتصل بالرئيس صدام في لحظتها، ما أمكن. اعتذروا المسؤولين اللي كانوا بيردوا على التلفون أن الرئيس صدام بعيد، في مكان بعيد، وما حاولوا أن يتصلون يوصلون بي ولا أمكن، لأن الاتصال ما كان مركز. طبيعة الحال أدركت المسألة، يعني ما رغب أن يتصل بي في لحظة.